ثم على المباشر. يا بطاطا يعجبك بطاطا، هو جاب الدار ديالو الطوموبيل ديالو، تمشي
ضروري تقنيو كتبكي انا مشكله عاود يا ربي تسمع انا خبرك خلاص المشاكل هكا صافي مشاكل بلاقي الله يا تعرف يا خاي الجوار راه قلت العائله دوم مع الحلال ان شاء الله نكون معاك ولا ما شفتوش جابتك بهذيك الطريقه حتى بعدا
انت كتبقى راجل اخويا، انتني كتبقى راجل، كلشي فعال ديما انت قلت كلشي فعال ديما، العائله ما عندها حتى شي فن بالخاص. صافي ريح برد اخويا الشيء، صافي دابا يسال عليك ربي المحسن اخويا، خدم كامل الخدمه ديالك وتقاتل اخويا الشيء مع الزمن وما تنساش راه عندك في الدار اخويا، سد طرف عليها تاني باقيه. واخا تكون هذيك عقلك مزيان. اخويا محمد انا كنبغيك. هو كتبغيها كتبغيها عارف كتبغيها وتا هي كتبغيها. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، كنا من خلال هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة الفنيدق مع هذه المجموعة ديال الشباب الرائع اللي قدموا لنا مسرح يعني آخر الأعمال ديالهم. طبيعة الحال فهما يعني مخافة أنهم يوقع العمل ديالهم للقرصنة أو البارطاج، فهما قدموا لنا يعني ثلاثة ديال الفصول طبيعة الحال، فكانت فصولية شيقة طبيعة الحال. فمن خلال هذه الفصول الثلاثة فشنا يعني طريقة التمثيل ديالهم طبيعة الحال، فكاين موهبة. نتمنوا إن شاء الله أن المسؤولين بالمدينة وكذلك على مستوى عملة المدياق الفنيدق أنهم يحاولوا ينفتحوا على هاد الشباب اللي عندهم موهبة. وأكيد فهاد المجموعة ديال برادرز فما فيهاش غير التمثيل، ففيها الفنانين اللي كيتقنوا الغناء اللي كيتقنوا يعني التمثيل في الأفلام القصيرة. ومن خلال هذا المباشر فغادي نمشيو عند كل عضو وعضو باش يعرفنا براسو يقولنا علاش اختار التمثيل بالضبط. اسم ديالك؟ السلام عليكم، معكم نور الدين النعيمي، العمر 21 سنة، حاصل على دبلوم في المحاسبة، وكذلك أنا مغني من فن الراب، كنتمي لمجموعة برادرز، وكذلك أنا من المسرح. وصراحة يعني الانتماء ديالي للفن، أنا من صغري وأنا منغمس في الفن وكنرتاح في الفن وكيعجبني الفن وكيعجبني نعالج من خلاله العديد من المواضيع وكنرتاح من خلال المعالجة ديالي لهذه المواضيع فنيا. يعني تحدثت لنا بأنك إلى جانب أنك يعجبك المسرح ويعجبك تدير الراب، واش ممكن أنك تقدم لنا شي مسرح؟ واخا ماشي مشكل. 20 سنة بحياتي كيف مشات، جبرني غير ساهب وحدي غارق في سكات، ناسي شحال من حاجة اللي عليها عيني دمعات، غير أنا والراب لإنساني في اللي فات، غير بستيل ومونس وكلامي دايما موزون، غنبان لك غريب ويمكن غنبان لك مغبون، إنسان وباغي ذاتي بغيت مزيان حياتي تكون، أنا اللي غلبني سكاتي وعمري بغيت نخون، أنا اللي مشيت وقلبي مات في حياتي طاويش إلا صفاحي، لا جيت نسمي حياتي غتكون مسلسل كفاحي، اللي قلت لك كان بغيك ما تخافيش غير ارتاحي، الجنة تحت رجليك ودعاويك هما سلاحي. بيردونا ماما اختاريت انا الراب، داو في قلبي جرح ظنيت عمره غيبرا، حتى اللي كانوا معايا يمكن كانوا غير سراب، توحشت نحضن حلمي فوقاش الضويه قمره. شكرا. كذلك معنا الى جانب يعني النعيمي احد الافراد ديال هاد المجموعه، انا نسميهم يعني 7 برادرز، لان كاين سبعه دا 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 سبعه ولا ثمانيه، ثمانيه واقيلا بكم ثمانيه، اذا 8 برادرز معنا. السلام عليكم، الاسم ديالي محمد جواهري، 22 سنة، مؤثر في جمعية تنمية المرأة وعضو يعني من المؤسسين ديال مجموعة برادرز. أول حاجة أني كنشكركم على الاستضافة، شكرا بزاف. ومن بين المواهب اللي عندي يعني المسرح، التمثيل، يعني انتما كتشوفوا يعني كنحاولوا نخرجوا ديك الشيء اللي عندنا في هذا المسرح هذا، وكنحاولوا نخرج ديك الطاقة السلبية اللي عندنا، وكنحاولوا نعطيو ما في الجهد ديالنا وما عندنا كامل باش نفيدوا الشباب ديالنا، ونحاولوا نزيدوا بهذه المدينه دي ان شاء الله يا ربي القدام. وان شاء الله يا ربي عندنا طموح بزاف وخصنا نوصلوا، وكنتمنوا من السلطات المحليه يشوفوا هذا العمل اللي كنعملوا حنايا ويحاولوا يدعمونا ويساندونا بابسط حاجه. وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف. بالنسبه لي كنت انا واحد من المؤسسين ديال هذه الفرقه برادرز، كيفاش جات الفكره؟ كانت صعوبه يعني القهوه التونيفه، خصوصا ان كنشوف يعني كيما حتى التناسق والتناغم بيناتكم. اول حاجه الفكره يعني في الاول يعني كانت سهله بالضبط، يعني غير بالقول كيف ما كيقولوا، يعني كانت سهله، يعني جينا قلنا صافي غنأسسوا
جروب مع بعضنا كذا، ولكن ملي جينا للتطبيق يعني كانت شويه الصعوبه، يعني شحال مرات كان وصلنا يعني للفينال، يعني صافي يعني غنسالي هذا الشيء هذا، يعني ما كاين حتى شي حاجه. ومن بعد عاود كنرجعوا عاود من ازيرو كنعاودوا، والحمد لله يا ربي بقينا كنتقاتلوا مع بعضنا، بقينا مشبتين ببعضنا حتى وصلنا الحمد لله يا ربي. ونزلنا اول فكره كنا خدمنا عليها مع بعضنا، نزلنا في يوتيوب فيلم قصير الاسم ديالو تاوا برادرز، يعني نزل الجزء الاولاني ديالو، الجزء الثاني ديالو كانوا وقعوا فيه شي مشاكل تلغى، والحمد لله يا ربي حنا ماشيين دابا مزيان، وكنحاولوا نخدموا على واحد السلسله جديده اللي يكونوا فيها بزاف ديال البارتيس ان شاء الله يا ربي اللي تنزل قريب. وان شاء الله يا ربي حنا ماشيين في العطاء، وكنشكر الشباب اللي التحقوا بنا جدادين حتى هما، وتبارك الله عليهم اليوم هما تبارك الله عندهم واحد القدره، يعني تبارك الله عليه، يعني شنو نقول لك، موهبه، يعني الصراحه يعني خصهم غير اللي يدعمهم، وحنا الحمد لله حنا يتفيد مع بعضنا كنحاولوا نعطيو داكشي اللي عندنا واكثر، باش اي واحد ان شاء الله يا ربي معنا يستفد كيف ما كنستافدوا حنايا يستافدوهم. شكرا. بهذا الحال التطبيق انا شفت به معنا الجميله ديال الفرقه، ولا اللي غنقولوا الدلوعه ديال الفرقه، واللي يعني جستت من خلال يعني هذه المقاطع اللي شفناها الفصول انها هي البطله ديال هذا العمل. اول حاجه عرفينا. السلام عليكم، اي نبيل، عمر 18 سنه، تلميذه من مدينه فنيدق. صراحه كنوجه التحيه لشوف تي في حيت حضرت معنا وبغات تصور هاد الاعمال ديالنا، وشكرا بزاف. شكرا للمؤسسه ديالنا الاستاذه الكبيره سميره، وانا من الجروب ديال برادرز. وصراحه هاد الجروب اسسناه واخا دازو معاناه كبارين وبزاف ديال الحاجات دازت، ولكن الحمد لله قدرنا ناسسنا جروب ديالنا، الحمد لله حنا ماشي مزيان. وكما شفتوا معنا هاد المسرحيه، هذا غير الملخص ديالها. حاولنا نعطيو اللي في الجهد ديالنا وحاولنا نعملو داكشي مزيان، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ان شاء الله يا ربي. وشكرا صراحه للسلطه المحليه، ما كرهناش تزيد تعاودنا ان شاء الله يا ربي، وتزيد تساعدنا وتزيد تعطينا بزاف ديال الحاجات، وتوفرنا المطالب اللي ما عندناش صراحه. وشكرا بزاف لمحمد اللي قدر يجي، يعني يكونوا دابا بسببه عملنا هادشي وبنا، شكرا بزاف. عندي واحد السؤال بالنسبه لك، وي يعني ما كتحسش بان الثقال عليك، خصوصا انك جسدتي يعني انت البطله ديال المسرح، ولا يعني بتضافر الجهود يعني ما كتحسش بهذا الثقل بهذه المسؤوليه، خصوصا ان النجاح ديال المسرحيه دائما كيرتبط يعني بالابطال ديال المسرح؟ بصراحة بالعكس، هذا نهار كبير ملي عطوني أنا هي البيرسون يعني اللي الأساس ديال المسرحية، والحمد لله كنت عند حسن الظن الحمد لله يا ربي. وبالعكس كنحس بالراحة ملي كنمثل شي دور وأنا مرتاحة فيه، بحال هذا الدور هذا راه كنت مرتاحة فيه وبزاف، وهذا الدور هذا راه وقع في الاسرات المغربيه، ويعني غير ما باينش ولكن راه واقع هادشي راه ديال بصح. صحيح. شكرا. المتسابقه انا شفتي بلا زلنا في هذا البث المباشر، وكذلك معنا العضوه واللي هي الجانب المسرح، فهي كدير الرياضه، فهي غادي تحاول تعرفنا براسها وتقول لنا كيفاش كتوفق ما بين المسرح والرياضه. السلام عليكم، اسم ديالي ياسمين من الفنيدق، عضو في جمعية التنمية المرأة، وعضو في المجموعة ديال برادر للأفلام قصيرة. يعني كيفاش هي يعني الرياضة أنا كنمارسها في حياتي يعني اليومية، اللي أصلا حتى هي كتساعدني في المسرح، يعني في المسرح كما كنعرفوا باش تكون كتمثل خص تكون نشيطة وحركية وعندك شجاعة وكتكون عندك واحد الكاريزما، والرياضة يعني الرياضه يعني كتشجعني، كتعطيني واحد الراحه واحد الطاقه ايجابيه، اللي ملي كنكون معاهم في الجروب هنايا كنكون حاسه بواحد الراحه وواحد الطاقه ايجابيه، كنكون نشيطه، وحتى ديك الطاقه الايجابيه اللي عندي كنشاركها مع الزملاء ديالي. كذلك معنا احدى العضوات ديال الفرقه ديال برادرز، وطبيعه الحال فهي غادي نسميها الانيقه او الكلاس ديال الفرقه، واللي غادي تعرفنا براسها وعلاش اختارت يعني الدور ديال الام، واش بالطبيعه ديال الحنان اللي كتعطي. السلام عليكم، معكم خلود ليا حمدي 18 سنه، عضوه في جمعيه تنميه المراه وضمن فريق برادرز. انا
موهبة ديالي المسرح، يعني الحاجة اللي كان نرتاح فيها وكنحس براسي أنا فيها، يعني الحاجة اللي اختاريتها أنا، الحاجة اللي دايما اختاروا، الحاجة اللي كتبغيوها نتوما، ما تديوش في الهضرة الناس، دايما كونوا نتوما، شوفوا الموهبة ديالكم واختاروا الحاجة اللي كترتاحوا فيها وصافي، هذا ما كان. صبي قناة شوف تي في معنا عضوة أخرى من أعضاء جمعية برادرز واللي جسدت دور الأم ديال البطالة، وأكيد فمن خلال يعني المشاهد اللي شفنا فهي عندها قوة الشخصية. غادي نحاولوا أننا نقربوا منها ونكتشفوا الصفة ديال القوة الشخصية اللي عندها. السلام عليكم، اسمي سهام إدريسي، ساكنة هنايا في مدينة الفنيدق. صراحة أنا بعدا كنوجه الشكر ليكم نشوف تي في بزاف، شكرا ليكم وشكرا الهاشمي، شكرا ليك بزاف، وشكرا حتى شنو اسمه محمد أوزاكر، هو اللي اقترح لينا الفكرة هذه، وكدو ما كان شي هو ما نكونوش زعما فهمتي، وصافي هادشي اللي كاين، وشكرا ليكم بزاف. تحياتي. صديق انا شفتي بلا زلنا في هذا البث المباشر ومعنا احد مؤسسين هذه الفرقه هذوما طبيعه الحال، فالفضل كيعود لي له بانه جمع هذه المجموعه هذه، ونتمنوا له كل التوفيق، وطبيعه الحال فهو غادي يعرفنا براسه وغادي يزيد يعرفنا بهذه المجموعه المسرحيه اللي تاسست هنا بمدينه الفنيدق. السلام عليكم، اول حاجه كنشكر شوف تي في على هذه الاستضافه هذه، اول حاجه كنشكر جميع الدراري اللي معنا واعضاء المجموعه اللي بالسبه ديالهم اللي عملنا هذه المجموعه هذه، وكنشكر الدراري اللي طرحت لهم فكره وما قالوا لي شي زعما لا ولا شي حاجه، بالعكس وقفوا معايا بحال النعيمي ومحمد الجوهري ومحمد الناجي اللي ما معناش هذا النهار، والشكر الخاص لمحمد أوزاكر اللي هو اللي اقترح لينا الفكره باش جيتو نتوما عندنا، وشكرا لكم بزاف. صراحه الفكره كما قلت لك بلي حنا كنا مع بعضنا، حنا فايتنا كنا كنخدموا داكشي المسرح شحال هادي شي عامين هادي ولا 3 سنين كنا كنخدموا المسرح مع بعضنا، ولكن كنا مترشين كل واحد فيه كان، ولكن ملي عملنا هاد الفرقه هادي تجمعنا مع بعضنا ورجعنا كنخدموا مع بعضنا، وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا لكم بزاف على الاستضافه. الحال فمعنا من خلال هذا البث المباشر متتبعي قناة شوف تي في، فحنا كنتواجدوا بمدينة الفنيدة وكنستضيفوا من خلال هذا المباشر يعني الفرقة المسرحية برادرز، وطبيعة الحال فمعنا أصغر وحدة في هذه المجموعة اللي غادي تقربنا أكثر وغادي تقولنا علاش اختارت المسرح. السلام عليكم، معكم مروة عمر مدينة الفنيدق. أنا قررت باش ندخل في هذه يعني في هذه الشخصية بالضبط، يعني أنا كنتقن هذه الشخصية هذه، يعني هذاك الشيء علاش بغيت نكون أصغر أخت. شنو الحاجة اللي جعلتك أنك تجي للمسرح؟ واش كاين أصدقاء ديالك ولا يعني جيتي اللي هنا شتي يعني البنات في السن ديالك يلعبوا دونك جبدك المسرح أكثر؟ انا يعني الفن ديالي يعني والحاجه اللي كنبغيها هو الغناء، ولكن ملي شفت الاصدقاء ديالي حتى هما كيبغيو المسرح وداكشي حاولت انا اتاقلم معاهم وندخل في هذه الشخصيه ديال التمثيل، وصراحه حتى هي ارتحت لها، ولكن احسن حاجه اللي كنبغي انا هي الغناء. ومازال عشقك في البال نساك محال يلي نسيتينا. مستبيه قناة شوف تي في، كنا من خلال هذا البث المباشر مع مجموعة برادرز، تمنوا إن شاء الله أننا نكون وفقنا خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.